العجين ديال لي شوسون. عندنا 250 غرام ديال الفورص، يعني ربع ديال الفورص، بيضة كاملة، كاس مخلط ما بين الزيت والزبدة، قريصة ديال الملح، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة، ومعلقة ديال الخل، ونص معلقة ديال لاموطاغ، وشوية ديال السكر سنيدة. وكنعجنوا العجين ديالنا بكاس ديال الحليب دافي. ايه، واحسن حاجة اختي سناء في العجين ديال لي شوسون، يعني اي عجين تيتعجن ونخليه يرتاح حتى لساعتين ثلاثة السوايع، يعني ماشي مشكل. يعني قد ما ارتاح وتخف، قد ما ارتاح اكثر تيكون احسن، وقد ما درناه في يعني في الثلاجة في الفريغو وعاودنا جبدنا، يعني بحالي تيدير بزاف وتيدار في الكونجيلاتور وتيعاود يتجبد، تيكون احسن ديك الساعة. ايه واخا، يعني تنعمرهم باي حشوة بغينا. الحشوة ممكن نديرو لأي حاجة، يعني من بعد نعطيكم الحشوة. ايه، مهم هو العجين، هي القاعدة الأساسية، والحشوة تبارك الله، يعني على حسب اللي متوفر وعلى حسب رغبة السيدات. اللي متوفر أي حاجة كل شيء كيمشي.